أهلا بكم من جديد، وأهلا ومرحبا بكل من انضم إلينا الآن بالمشاهدة والمتابعة. لازلنا معكم في أمدرمان هذا المساء. الكتابة وبالذات كتابة القصة بتحتاج لموهبة، بتحتاج لإلمام، بتحتاج لدراية، بالإضافة لمتابعة ما يكتب أو ما يكتب الآخرون. نعم رأيك شنو في الكتابة يا أبو حميد؟ قاعد تكتب خواطر، قصة، والله شوف ما أعرف، لكن زمان كان في محاولات كده، تعلق في مناسبة التعليق برضو على التعليق كتابة، دي أيوة، كتابة يعني معناه في بعدين عندك فكرة. فبعدين احنا بكرة شعب ساخر نعم يعني بالفطرة كده. أنا ما أعرف الحاجة دي هي كانت من زمان ولا هسه ظهرت مع السوشيال ميديا ولا كده. يعني معظم الناس لو لاحظت في الجروبات، في التعليق، في الفيسبوك، زول نزل صورة يعني بمصطلح الشباب كده بيقول لك اردموه او ردموه، ففي ردم شديد يا وكي. في تعليقات عجيبة جدا. عموما تعرف الكتابة الساخرة بأنها أصعب الفنون الأدبية لكونها تجمع بين المتناقضات وتتميز بسهولتها وبساطتها وعمقها في ذات الوقت وعلى قصر جملها، لكنها تخاطب القضية بشكل مباشر. نعم أكيد في المساحة دي سعيدين جدا يكون معنا واحد من الكتاب الساخرين جدا، صاحب قلم وصاحب متعة وصاحب برامج عرضت في كثير من القنوات وتحديدا قناة أمدرمان، برنامج واتساب. سعيدين جدا في المساحة دي يكون معنا الأستاذ عمر الحاج، كاتب ومسرحي وأحد الموهوبين في الكتابة الساخرة، وأيضا لك مساهمات في الكتابة الدرامية أبرزها سلسلة واتساب كما ذكرنا التي تم بثها بقناة أمدرمان. فأهلا بك، ونحن سعيدين جدا أنك كنت معنا في أمدرمان هذا المساء. اهلا ومرحبا بكم، وانا سعيد اكون ضيف على برنامج أمدرمان هذا المساء، وبحيي كل المتابعين والساده المشاهدين. استاذ عمر، الزول ده يكتب كتابه صاخره، اول حاجه لماذا الكتابه الصاخره؟ اول حاجه لماذا؟ هي قبال لماذا كتابه صعبه جدا، نوع من انواع الكتابه الصعب جدا. الناس بقت محتاجه لمحتوى ترفيهي خدمي على مستوى الكتابه. يعني انا لو دار اعمل فوكس على قضيه بدل اقوم مثلا اكتب صفحتين، جميل، او اشيل الكاميرا ومايك زي ما عندكم في التلفزيون مثلا تمشي تسلط الضوء على قضيه ما، بقت في نوع جديد اللي هو انك تعبر بسخريه شديده عن قضيه بعينه بتهم المواطن مثلا. لازم المحتوى حقه يكون فيه مفارق، بيرسم ابتسامه وبيعالج قضيه. عندها تاريخ معين بدأت بيه الكتابة الساخرة؟ والله الكتابة الساخرة دي يعني من برنات، وكان زول كاتب ساخر جدا وكان مسرحي، وفي أجيال كثيرة قبلي وما متأكد منها بالضبط، لكن هو رايد الكتابة الساخرة. في السودان مجاله كيف؟ في السودان لو ملاحظ حتى على مستوى الصحف الأعمدة بتاعت الكتاب اللي بيكتبوا بسخرية شديدة ولافعة جدا متابعة ومقروءة، والناس بيجوا بيتبادلوها في وسائل التواصل الاجتماعي عبر السوشيال ميديا واتساب. بتلقى عمود واحد او فقره واحده او كابشن واحد صغير كده، الناس بتتداولوا بصوره سريعه جدا اول حاجه، وبكثافه في التداول. جميل، بيعالج المشكله وبيرسم ابتسامه. يبدو فيه متعه، كتاب الصخر دائما بتلاحظ انه ممتعة كده، يعني انت بتقرا جاذبة مهما كان صعوبة الموضوع. تلقى انه فيها الجانب المضحك. من متى اكتشفت انه عندك موهبة الكتابة الساخرة؟ والله يا اخي القصة دي بدأت بالتعليقات. يعني قبل ما تكتب بتعلق تعليق على موقف بعينه، تعليق ساخر او تعليق لطيف او تعليق خفيف مقبول، الناس بتحبه، بتحب انك لما تجي في حتة تقوم تعلق، تقوم تتكلم، تقوم في مثلا موضوع عام، موضوع عام مثلا تتعلم. ايوه، حتى لما زمان كنا في الجامعه كنا لسه استيليان قبال الشيب ده لا لسه ما شاء الله عليك. ف لما نيجي نقعد مع بعض في القاب بتاع المحاضرات الغير بنعلق على حاجات في الجامعه، على حاجه حصلت في المحاضره على زميل لينا، فبتكون في تعليقات لطيفه جدا. بديت اكتب كتابات صغيرونه كده، في مذكرات، في نوتة، في حاجة، لكن ما طلعتها مثلا لزول قراءة، كنت بحتفظ بها. قلت كانت عن شو؟ مواضيع مختلفة، مواضيع في أنا من الجزيرة، الحلاوين تحديدا، وقنب الحلاوين حلتنا،
وعلي مشاهدات حقاتي انا بطلع بها في ناس الحله السكه حديد الكنار الكلاب بكتب عن مواضيع مختلفه جدا ومتفرغه بعمل عليها مشاهدات وبسجلها نوت صغيره كده و طيب بالمناسبه يعني انت في صفحتك الشخصيه قاعد تكتب كتابات والناس متابعه بتحب الحاجه دي في صفحتك يعني في الفيسبوك تحديدا اضافت لك شنو السوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا دي انا واحد من الناس استفدت منها ايام استفاده خلقت لي علاقه تواصل كبيره جدا مع سودانيين خارج السودان الناس اللي قاعدين في اوروبا في امريكا في غيره الناس دي بالمحتوى الرقمي اللي قاعد اكتبه وقاعد يحبوه يعني قدمتك لجمهور مختلف وبعيد قدمتني لجمهور بعدين السوشيال ميديا بتصنع منك نجم وبتكون متابع ولكن عندها ميزة تانية اللي هي مسؤولية تجاه الكتابة حقتك للي يغرقك يعني بعد شيء انت ما حتكتب اي حاجة لازم يكون عندك بتقدم محتوى محترم محتوى ترفيهي تقدمه للناس اللي غرائك وللمتابعين لصفحتك عشان ما تفقد المصداقية طبعا طبعا لأنه لو تحولت مواضيعك وكري لمواضيع يعني مواضيع تافهة ما عندها معنى ما عندها مغزى معين ما بتعالج حاجة ممكن الناس تنفض من حولك يعني يقول لك يا أخي زول ده بكتب أي كلام في دخلاء عليكم في نحن احتمال نقول دخلاء على اخرين يعني في ناس مثلا بيدعوا السخريه بيقول لك انه بتحس انه هو داير يسخر وما قادر بكون بايخ على فكره بكون ظاهر دي يعني تقديرا على المطلق يعني انت ممكن انا اكتب حاجه في زول يقوم يحس بها انه والله يا اخي ما ماشي معاه القصه او يا اخي انتم ملمومين في المحل دي مالكم القصه الكتابه دي هي ديبينتس على المطلق نعم طيب كلمنا عن الواتساب دي شويه حاجة كانت كتابة هي ساخرة وانتقلت إلى التلفزيون مثلا نعم واتساب أو واتساب كان هو البرنامج ده الجميل فيه إنه كان برنامج بيتناول كل القضايا اللي بتهم المواطن بنعمل عليها فوكس زي النظافة الباركينج الغيره فهو برنامج رسالته توعوية دي الرسالة الأساسية اللي فيه إنها رسالة توعوية بس بيقولها أستاذ عوض بطريقة ساخرة ولطيفة بأسلوبه المميز في الأداء فدي لقت رواج ولقت تجاوب كبير جدا من هنا أنا بحيي أستاذ عوض والأستاذ إلياب دهب عوض شكسبير عنده أسلوب جميل طبعا أسلوب جميل معبر جدا أسلوب مميز وبيعرف بيطرح القضايا بصورة ممتازة جدا وسهل للمتلقي عوض عنده ذكاء في فكرة بتاع الطرح نعم. للحاجة اللي بتقدمها انت نعم. لكن انت عموما كده مثلا لما تيجي تكتب لك بوست او تكتب لك قصة صغيرة او كده بتكون خالتي او راسي منه الحاجة دي والله الحاجة دي بتكون كويسة مع ابو بكر حسب شخصيتك نعم. الحاجة دي كويسة مع احمد جعفر الحاجة نعم. دي كويسة مثلا مع بشير بتخد حاجة معينة في راسك ولا بتكتب عموما بعدك بتشوف الانسب ليه منه انا بكتب للصورة ده صورة نعم. بتكون يعني في قضية عامة بتكون في يعني مثلا كتبت لأستاذ ربيع طه الكاميرا الخفية فلما أجي أكتب الموضوع أو فكرة الحلقة بكون عارف إنه ربيع الرياكشن حقه كيف هو بيطرح في الموضوع بتاع الحلقة يعني بتكون قاري الممثل بتاع الشخصية قاريه تماما بكون قريت يعني قعدت معاه فترة طويلة اديته حاجات قراها اخذت وجهة نظره في الموضوع تابعته في كم حاجة هو بقدم فيها فلازم يحيط بالجوانب كلها عشان لما تقدم محتوى يكون جميل جدا اول حاجة جدا. تحية لربيع طه نعم أكيد وكويس انه انا عرفت ان انت بتكتب الحاجة دي نحن الموسم اللي قبل الفاز اسبوع كانوا في اخرين والله يا اخي كويس شفنا والله يا استاذ عمر انا شفت الكاميرا الخفيه نعم. خارج الحدود وكلنا شفنا نعم. نعم. في زول كده لو ملاحظ شكله اخضراني كده مرسوم بالاخضر يعني باللون الاخضر نعم. بيعمل كده حركات وبعد شويه بيجيك المقلب بتاع الكاميرا نعم. في كاميرا خفيه بيعملها الخواجات يعني نعم. انت بتضحك وبتاع الكاميرا بيضحك والعمل فوق المقلب بيضحك نعم. والمشاهد يضحك والناس دي كلها تضحك نعم. نحن هنا بنعمل ده ما انت غاب الكاميرا الخفية نعم لكن نعم ما عارف انت يكون رايك شنو نعم بتلقى انه اول حاجه الزول عامل فوق المقلب ده زعل شديد دي حاجه الحاجه الثانيه بلاحظ انه الزول اللي بيعمل المقلب ذاته هو تعب
نعم. يعني ربيع طه مرة يدقوه يا أخي نعم. القصة شو يعني نعم. إحنا عشان سخنين كده أصلاً برضو كاميرتنا الخفية مسخنة يعني وده. الحر الجو سخن ده يعني أنتم معظمكم بيخلي عيد بيخلي الزول نيرفز شوية بخلي. يعني ست زي ساعة 12 هتبطلك زول الفكرة. لو قلت له سوري ولا معليش ولا لو لحت راسك ولا عملت له أي حاجة القصة دي ما بتجاوب معك بتقلب ليه شكله بتقلب ليه. لاحظ رمضان رمضان ده اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث انت كل يوم بتكون بتعجز في زول من ينزل يفتح العربي يوقف العربي في نص الشارع. الموضوع يكون موضوع بسيط جدا يعني ما بيستاهل كل ال قرصتني وقرصتني وخشيت لي في شعري وخشيت لي في شعرك. على فكره الابداع كونك تحتوي الشعب السوداني في 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 الحته دي في الموقف ده بالذات وتحاول تحدي ذات مشكله لانه عندنا مقوله بيقول لك الحجاز يدعوك كذا في مصرف يعني انت بعدك انت تخش تحجز الناس دي مشكله. طيب رايك شنو انا وانت ابو بكر والمشاهدين نشوف جانب من واتساب التي عرضت في قناه عبد الرحمن نشوفها ونستمتع بها ونجي نعلق عليها ثاني. تفضل يا شباب. فعلا جمهورنا الكريم الجهاز ده عنده مشاكل كبيرة وعامل مشاكل وقصص كثيرة جدا في كل العالم، لكن عندنا في السودان هنا قصص مختلفة وحوادث مختلفة ونوادر مختلفة. خليكم معانا عشان نشوف قصص شنو هنا في السودان. الجهاز ده الريموت كنترول دايناميت one of man's most useful tools. To explode the dynamite, detonators, more commonly called blasting caps, are needed. ودي كانت البداية الفعلية للريموت. وظنكم شفتوا جد الريموتات كلهم يا عمك الكبير بيعمل بوف ده. لأن الريموت هو تحكم من على البعد والناس ديل من وجهة نظري أنا كانوا بيتحكموا بيه من على البعد. بعد ذلك طبعاً أخوانا الريموت ده تطور يعني كل مرة ماشي يصغيروني. يا هو ريموت التلفزيون العادي ده ستارة بالريموت يفتحوا القراش بالريموت عشان يدخلوا العربية مسجد النور بالريموت. حاجات كثيرة جدا جدا بالريموت. لكن في السودان هنا الريموت يا اخواننا الماسكم نو سيد الريموت منو أمي السيطر على الريموت منو. هنعرف الكلام ده في الحلقة دي. خليهم معنا ومدوز الريموت. Well, we talked to the Chinese ambassador. What's up? برنامج تلفزيوني. البيوت كلها شغالة كده يا اخوانا. يعني لو خشيت لك جيت ضيف لناس وخشيت بيتهم وقعدت فاصلتهم بتلقى تلفزيون شغال كده. الحالة دي اللي بيمسك الريموت ده منو في يده. مزاجات كثيرة. أهل أمهات دي مسكينات يوم كله يا في المطبخ يا معال في النظافة يا في هموم البيت. إن قعدت وجات بتلقى الريموت في الترابيزة مع قعدت كده يا مسلسلة يا عرض بتاع أزياء يا شافت لها برنامج اجتماعي وخدت لها نومة في فجتها وماسك الريموت في يدها. شفت الجهاز ده كيف ممكن ينور. والبنات بقى البنات الشباب في البيت الريموت ده يعني بعد ما جات من الجامعه كده جدعت لك شنطته وفرت طرحاتها كده وقعدت وخطت قدام الاكل تركي تقيل على ملك الجانسي ودموع. بقى نجي للزول المسيطر على الريموت في البيت. الزول المسيطر جد الركشات الصغار ديل ديل بيقوا خطيرين جدا بالريموت. وين الريموت ده؟ اوه ده المعلم اللي اشتري الريموت. لكن واكثر زول ما مستفيد يا هو بيجي بالليل تعبان ولا جاي من شغله خلاص قاعد جبطك اخبار جبطك جبطك اخبار ثقيله ومرات بسرح اليد شغاله والريموت شغاله وين؟ برا الشاشه ذاته شغال سرحانات والجهاز ده بيسرح ما بسرح الشعر وقال الزول يسرح. ولا سلامكم. ما انت مضطر يعني عندك الصباح دو يعني في دورة دي لازم تحضروها قال فيها سانكر لا تسرح. يا اخي احنا بقينا حافظينها عادل كده بعد ما تكون متابع كل المسلسلات عارف الكرتون بتبدا شنو توم اند جيري بتبدا الساعه كم. في ابواب كتار جدا بيظبطوا وقتهم. تقول له لا نحضر الكوره اقول لك لا الا بعد
جميل جدا. مرحبا بك من جديد عمر الحاج، كاتب ومسرحي، احد المنفوبين في الكتابه الساخره. لكن ما لك مع الريموت يعني؟ ده الموسم الاول بتاع وصف. نعم. كانت المشكلة الريموت، الآن المشكلة أكبر من اللي طرحت في واتساب. مشكلة خشبة ديجيتال. المشكلة بتاع القصة بتاعت الريموت دي قصة صعبة جدا. نعم. يعني مرات بتنسفي جيب الجلابية وبتنسي في التلاجة بتنسي في التلاجة. يعني المرة رسلتك قلت لك يا عم جيب لك خدار ولا حاجة ولا شنو، وانت بتكون يعني داير تنقنق وما داير تنقنق، وتحاول تتماسك شوية وتعمل في انك متماسك وثابت، واول ما تطلع الشارع تعبس جيبك الله بتجاب نسيت القروش وشال الريموت في جيبك. اول مره تطلع بتاع الدكان تعمل لك والله اقول لك حاجه، يعني انا واحد من الناس اللي بيعانوا جدا من موضوع الريموت ده. نعم. بعدين بزهق جدا لما اجي افتش الريموت وينو. نعم. وينو بعدين انا شفت يعني اي بيت فيه اطفال فيه مشكله كبيره خلاص. نعم. لانه انت بتكون داير البيت ده كده بتفتش في الريموت ده مش منو وشاله منو، بكون ما عندك صبر. فكانت قضية محتاجة منك لتسليط ضوء بطريقة ساخرة. لكن خليني أسألك، يعني في الفترة الأخيرة معظم الشباب شفنا تجارب جميلة جدا عن طريق السوشيال ميديا، تحديدا في اليوتيوب. يعني في شباب قدموا حاجات جميلة جدا وانطلقوا بعدها خشوا الغنوات وقدموا حاجات، وحتى الحاجة دي مش على مستوى الشباب السوداني، يعني حتى على مستوى الشباب العربي. التجربة مثلا بتاعت شيلي بدري صالح الآن حاليا هو مقدم في الـ MBC يعني لبرنامج ساخر. فهل ممكن نشوف عمر الحاج في برنامج في التلفزيون؟ برنامج طيب، انا اشتغلت رمضان الفات تجربه مع الاستاذ ابو بكر فيصل والاستاذ جلواك والاستاذ مفاز حنك. نعم. دي توظيف للكتابه الساخره في شكل برامج تلفزيوني او برنامج تلفزيوني دمه خفيف، بيناقش نفس القضايا بتاعت الريموت وغير الريموت، الزواج، صحة البيئة، غيره كده. الاتجاه لليوتيوب، القصة دي كلها بتعتمد على الـ على الـ على الإنتاج. منو اللي بديك عشان تنتج؟ قروش. القصة قروش. إنك تنتج سواء كان لـ لـ ليوتيوب أو سواء كان للقنوات الفضائية. الحاجة الناس الكتار ما عارفينها، حتى ناس القنوات ذاته ما عارفينها، إنه هي كلها يعني كم شهر وبعد شوية ناس حتستغنى عن مشاهدة القنوات. الناس دي كلها بقت في السوشيال ميديا، في الإعلام الجديد. آه. في الناس كلها بقت في السوشيال ميديا، قاعدة في واتساب، قاعدة في يوتيوب، قاعدة في فيسبوك. هي طبعا الحاجة دي ما حتكون جدلية، يعني نفس قصة الرادي، يعني يقول لك الرادي حيندثر وبتاع، والرادي حتى لو موجود والإذاعة موجودة وعندها هيبته وعندها مكانة. نعم. فتخلي قصة إنه الإعلام التقليدي ده يروح، لأنه هسي لو لاحظت معظم القنوات بدأت تفكر في النيو ميديا أو الإعلام الجديد. بقى أي قناة تلفزيونية سودانية ومن ضمنها قناة أم درمان عندها صفحات في السوشيال ميديا، يعني وبتعرض فيها كل البرامج اللي بتقدم. فدي فرصة ونافذة لعرض منتوجك عن طريق جهه ثانيه او الحاجه اللي ممكن تكون قريبه من الشباب. نعم. لانه في النهايه السوشيال ميديا مربوطه بالشباب، مش كده؟ نعم. والله يا اخي ما مربوطه بالشباب براون، يعني حتى الشريحه الكبيره. طيب الشريحه كبيره. الميزه في السوشيال ميديا اللي انت ما بتلقاها، اللي هو انك انت منتجك اللي بتعرضه ده تفاعل الناس معه، بتشوف التفاعل، بتشوف كانت الفئة. ايوه ايا كانت الفئه، ايوه لايك ديسلايك، في زول بيعمل لك كومنت، في زول. دي حاجه مهمه جدا عشان انت تقدر، يعني انت هسه مثلا لو دارت تشوف مثلا برنامج هذا المساء ناجح ولا ما ناجح، قبل السوشيال ميديا بتعمل كويستيونير، بتعمل لك استبيان مثلا، تقسمه في الحي، تقسمه في الغناء، تقسمه في بير، تجيب الاستبيان وتجمع الماده حقتك وتحلل وتضرب وغيره. الان انت عندك صفحه بتلقى فيها مثلا 150,000، ده نجاح. نعم. وانت شايف قدامك صفحتك فيها كم؟ ها؟ صفحتك فيها كم؟ ما ناس كتار، يعني ما ناس كتار. لا اسف، صفحتك فيها كم كده؟ هي 4 5 حاجه زي 5000 وما ناس كتار. طيب اقول لك حاجه، رايك شنو احنا نقوم ابو بكر نعرض له حاجه من صفحته، رايك شنو؟ نورطه هسه ونخليه يقرا هو ذاته. جميل. طيب نشوف الشباب ورونا حاجه من صفحته، يعني الليله انت عارف حنتعبك شديد. طيب ده بوست انت كاتبه. نعم. شايف؟ دي بتاعت ده يوم المطرة. كتبت شنو؟ يوم المطرة. أجل للناس. الصباح. الشوارع مليانة موية. قدام باب البيت جنبنا خور بيصرف الموية، ما لقيناه.
الخور ذاته الخور ذاته ملك واي زول ما معروف يختفى في ظروف غامضه والحته مليانه مويه ملسي. ما في حته ذاته تمشي لها ما في يعني تصرف تمشي فين يعني المويه دي صح وما حنا قاعده كده انها تصرف تمشي المويه ذاته وما حنا المويه ذاته وما حنا استاذ عمر يعني ما اعرف ده برضه بوست جديد لكن احنا جرى كده في المسافه دي بعيده والله ما حنقدر نجرى ده ما قلت يعني انا دار استثمر المويه قدام بيتنا الكثيره دي فلو في زول عنده جرينتيه ولا تمساح ده يبيع بسعر حنين كده وهادي يجيني في الخاص اشتري منه سمك كيف؟ لا السمك كويس والله بس تعمل لك مزرعه صغيره كده السمك ده بيمشي لكن الجرينتيه دي ما حاجه كبيره وتمساح تقطع قروش والناس يجي يشوفوا كده الاستثمار يعني انكم تعمل لك انكم طيب في مصادر مصادر الكتاب الساخره استاذ عمر بتكون من وين؟ انت بتستوحي مثلا بالمناسبه في اتهام لكم لانه انتم او بانه انتم بتشوفوا اللي بيحصل شنو بتجي تكتبوا يعني ما في حاجه من الخيال ابداعيه انتم بتشوفوا مشاكل المجتمع في الشارع وبتجي تكتبوا يعني كلامك الاول صحيح انا بشوف المشكله جدا ما انت لو ما شفت المشكله ما هتكتب لكن بتبقى زاويه تشوفك يعني انت كتاب مشاهد انت كتاب مشاهد انت زاويه تشوفك ما زاويه تشوفي انا ما زي زاويه تشوف الاستاذ اي زول بيكون شايف من حته بعينه لما تجي تكتب كتابه كوميديه او كتابه ساخره بتلم الناس حولك كلهم بذكاء شديد بالمحتوى اللطيف اللي بيرسم ابتسامه زي ما انتوا هسه قريتوا القصه بتاعت التمساح دي وضحكتوا لكن كان المشكله الاولى سلطنا عليها الضوء انه ما في مصاري بتاعت مويه مثلا لكن ما بتقدر مثلا يعني لو كتبتها ما يزول بيكتب انه والله ما في مصاري في مويه وشيل تلفونه ويصور اللقطه دي بيجيبه يعني الناس حتشوف انت ماشي كده بتجي عابر يعني بتجي عابر جميل والله استاذ انا ممكن بكون كاتب ساخر جدا وعجيب عرض شكسبير بفنه نعم. أقوم أجيب لي فكرة جديدة حاجة نعم. أصلا الناس ذاتها ما شافتها يعني ترفي عنه من ناحية نعم. تكون مفيدة نعم. مثلا نعم. للطلبة مثلا نعم. عندها رسالة عندها رسالة أيوة. حاجة دي أهم حاجة ما مشكلة نعم. يعني الحاجة هي ما مشكلة هي نعم. فكرة نعم. يعني أنت ممكن تسخر بطريقة تجيب فكرة نعم. جديدة بدل ما تعالج مشكلة نعم. نعم. رأيك شو نعم. والله يا اخي توظيف الكتاب الساخره في البرامج التلفزيونيه او تتويج القصه دي او في تكوين فكره جديده انا ما عرفت فكره جديده قاصد بها شنو لكن من الصعوبه بمكان المساله دي بدون تجربتين تقدر تحكم عليها يعني ممكن فكرتك تلقى نجاح ورواج وممكن ما تلقاها بعد ذاك حسب الوسيط اللي انت دار تقدم بيه فكرتك دار تقدمه في المضمون دار تقدمه في التلفزيون دار تقدمه في السوشيال ميديا دار تعملها في الشارع مسرح مفتوح دار تقولها بشكل ملالوج دار تعملها نكات دار تعملها حسب المحتوى دار تطلعه به طيب جميل معظم كتاباتك بتتمحور حول القضايا المجتمعيه مش كده مشاكل الناس في الشارع والاهتمام خاص بمعاشهم والقضايا اللي بتهم المواطن نعم. طيب في ناس بتهتم بالسياسه نعم. هل عندك كتابات سياسيه ساخره بكتب في السياسه بكتب في القضايا السياسيه بكتب في القضايا الاجتماعيه القضايا السياسيه بالمواقف السياسيه اليوميه اللي قاعدين نشوفها وبتداولوها الناس في حساسيه في الكتابه السياسيه ما في حساسيه يعني انت بتشوف انه في موضوع ناس قاعد يتداولوا في وسائل الاعلام المختلفه وحتى السياسيين ذاته بيقولوا فيه نكت وبيقولوا فيه طرائف وبيقولوا فيه حاجات فيه من الخيط ده بعد ذاك بتمسك طرف الخيط وبتبدا تشوف او تقدم الحاجه دي بوجهه نظرك بزاويه تشوفك بغيره بكده هل عندك محاذير في الكتابات السياسيه؟ ولا عندك حريه مطلقه في الكتابه؟ لا بكتب ما عندي مشكله. ما عندي مشكله في الكتابه السياسيه. كل الناس اللي بيسخروا السياسيه بدوني بقت في مساحات كويسه من الحريه الاعلاميه. الحريه الاعلاميه دي على مستوى السوشيال ميديا لانه بكتب في السوشيال ميديا. يعني كتاب الجرايد ديلك عندهم الناس عندهم يعني. حدود نعم. في قانون في محاذير في ريد لاينز يعني خطوط حمراء للكتابه. السوشيال ميديا ما فيه
هتكون لكن شكلها بعد يعني حتى بعد ما سمعنا قبل فترة يعني القبض على مروجي الشائعات وسجن 5 سنوات لمروجي الشائعات, يبقى الحكومة عندها نظرة, بقت تعاين للسوشيال ميديا, بقت تعرف انه ده فعلا نيو ميديا. نعم. دي حاجة بتغير افكار الناس. نعم. دي حاجة ممكن نعم. تقوم ثورات. نعم. ممكن نعم. تعمل فتن. نعم. ما هو شوف الترويج الشائعة الغير يعني الحاجة اللي بتعمل خلل في المجتمع, الناس بيحسوا فيها بعدم الأمان. يعني دي حتى انت لو بلغت مثلا في فيسبوك انه في زول مثلا بيشتم, في زول بيعمل حاجه, بيقفل الصفحه تعمل ريبورت بس. يعني الناس متضرره من المساله دي, ف بيقفلوا لك الصفحه حقته, ما بخلوه تاني يعمل اي كومنت او غيره او كده. هم برضو عندهم محاذير للمسائل دي. العلاقه بين الكتابه الساطره والكوميديا. نعم. هل يعني الكوميديا جزء منها الكتابة الصافرة, ولا الكتابة الصافرة ممكن تستفيد أشياء من الكوميديا, ولا بيشتغلوا مع بعض؟ الكوميديا طبعا الكوميديا هي الإطار العام, العنوان الكبير, المنشيط الكبير. نعم. تيجي الكتابة الصافرة دي كعنوان فرعي منه أو جزء صغير منه. يعني أنت لو ما عندك الحس الكوميدي, السنس الكوميدي, ما بتقدر يعني تكتب أي كتابة لطيفة ويسمع او بتصنع ابتسامه او بتخلق فارق يخليك انت تضحك او تتابع او كذا او كذا. الكتابه الساخره بتتفرع من احد روافد الكوميديا. الكوميديا هي اطار كبير. الكوميديا ممكن انت تعرف تصنع كوميديا اجتماعيه. نعم. ممكن تكون سياسيه. نعم. ممكن. نعم. فنيه. نعم. 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 طيب في التعريف في المكتوب انه انت كاتب ومسرحي, يعني المسرحي ده عندك علاقه قريبه مع الدراما المسرحيه مش كده؟ المسرح قايته انا يعني عندي تجربه بتاعت مسرح صغيره. كلمنا عنها شويه لانه احنا على الخواتيم. لا يعني ما مسرحي بمفهومها للمسرح اللي هو ماسي بشاهد فينا. الناس اللي قروا دراما وقروا مسرح دي حاجه مختلفه. أنا قريت إعلام جامعة السودان. عندي نشاط مسرحي في بداية حياتي قبل ما أمشي الجامعة. مثلت في النادي حقنا بتاع الحلة وعملنا سكيتشات وكتبناها برانا, والناس كانوا بيقطعوا قروش وبيجوا يخشوا عشان يشوفونا نحن أولاد الحلة. طبعا في الخشبة بيشوفونا غير ما يلاقوك في الحلة مختلفين. الخشبة نجوم. نعم. لكن ما عندي التجربة المسرحية بمعنى كلمة التجربة المسرحية. طيب إذا أتيحت لك الفرص, إذا أتيحت الفرص في التأليف المسرحي زول يعني إن شاء الله الواحد يحاول يقدم ويقرأ الكلية من جديد, كلية الموسيقى والدراما, عشان يتعرف لأنه ده علم كبير جدا وعلم واسع وعنده ناس وأهل المختصين. نعم. أخيرا أستاذ عمر, هل أنت راضي عن الكوميديا الصاخرة أو عن الكتابة الصاخرة؟ تتوقع عليها شنو موقفك منها؟ الآن يعني من المحتوى الرقمي الموجود في فيسبوك المحل اللي انا قاعد وبعرف اشتغل فيه, الناس داير انه المحتوى ده ما حاجه جامده, ما حاجه جامده ويسمعك وحاجه لطيفه ومغروءة. جميل. بس بيكون بعد ذاك عندك التزام اخلاقي تجاه الكتابه وتجاه يعني. المتلقي لل حاجه للكتاب ده التزام اخلاقي. التزام. ايوه التزام اخلاقي بينك وبين الناس اللي بيقروا ليك, اللي بيتابعوك, الغير اللي بيتوقعوا منك اكثر من اللي بتعمل فيه. اكيد. نعم. مازن فضل لنا حاجه. والله يا اخي احنا كنا سعيدين واستمتعنا جدا الليله بالاستاذ عمر الحاج الكاتب المسرحي واحد الموهوبين في الكتابه الساخره. شكرا لك كثر خيرك, ونتمنى انه نشوف منتوج جديد ونشوف منك حاجات حصريا على قناه درمان يعني في المواسم المقبله القليله ان شاء الله. ده ان شاء الله, ويعني ان شاء الله انا اكون برضه كنت ضيف خفيف الظل عليكم, ولو دارين تنتجوا برامج جديدة جيبوا لنا قروش بننتج, ما عندنا مشكلة. أهم حاجة بعدك الأفكار بتجي. شكرا جزيلا لكل الذين تابعونا عبر درمان. هذا المساء وصلنا للختام.